لو طلقها طلاقا بائنا في مرض موته، لو طلقها طلاقا يعني الرجل موات وأراد أن يضر زوجته، قال أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق طالق، أو طلقها مرتين من قبل والآن يطلقها الثالثة، لماذا يا فلان؟ قال حتى لا ترثني. ترثه لأنه قصد الإضرار، قصد الإضرار، فهنا ترثه، لأن الطلاق هنا ليس لأجل الطلاق وإنما لأجل الإضرار بها.